الفضول يدفعنا لنعرف أساتذتك. أولهم أخوك أعتقد ده أكيد أهم واحد. تعرف جميل بساعات جدي. ده من الأسرة بقى، جدي من العائلة. كان صغير وكان قلت له مرة دخلت الدنيا دي في تاني مش عارف مين حدث لازم اروح المدرسه، لازم اروح المدرسه مش عارف اطلع الغالب. صحيح صحيح جدو. عايز بما انك تتعب عندنا قعدت في الشارع يعني؟ في الشارع اللي احنا قلنا فيه هناك. احنا بناخد جايز ومش عارفين الشغل بتعمل ازاي. صحيح. ده عمل لك رؤيه فنيه حلوه. اشوف اساتذتك، ما تسال حد اساتذتك دايما يتكلم عن حد في الرسم. عن حد درس على ايده. لكن ده بيتكلم عن نقطة مهمة، قط فن من بشكل تاني خالص، الصياغة بتاعت المجهولات الذهبية. مين تاني بقى؟ هي وراء اعتقد في رسام ايطالي. ما لسه مش فاكر اسمه. ها؟ تاني واحد. التاني كارلو مينوتي. وقصر في قصر عيش الحلم. قصر جميل. فوجئنا ان رسوماته نحت بارز او شكل نحت بارز ولا كان السقف اظن السقف. بس يعني سبكوا بعض. كارلو ان ايهاب لما عمل اول معرض بعد ما رجعنا من باريس عملوه له كان احمد فؤاد سليم الله يرحمه. كان بني ادم جميل جدا يعني. فعمل افتتاح، جاب موسيقى من الاوبرا وافتتح المعرض الفنان فاروق حسني. ده معرضك؟ معرض ايهاب. افتتحوا لك بالاوبرا كمان؟ بالاوبرا بجد. دي جديده دي. العازفي ده ايه ده؟ يعني شوف الرؤيه في ما هو اداره متحف يعني جاليري. فشوف كان بيدير القاعه ازاي في منتهى الرؤيه. وبعدين جات له الملكه فريده الجميله. ما ده اللي عايز اقوله يا استاذ ايهاب. انت عظيم وانت مصر انك تتواضع، بس انت عظيم من زمان اهو مقدرينك. مش عشان اقول لك استنى. لا ما دي حقيقة. في المتحف ده عايز احكيها. في المتحف ده في المعرض ده فوجئ ايهاب ان اللي راسم الرسوم اللي موجوده في القصر على الحيطان يعني في السقف او في الحيطان انه استاذه كارلو مينوتي. شوف الصدفة مينوتي. الغريبة. كارلو مينوتي استاذه اللي علمه هو طفل صغير. لا ونعم التعليم. احكي بقى. يعني كبرت 15 سنة يعني. في كان قرايب لينا ساكنين في شارع باب الحديد. شارع ايه؟ باب الحديد. رمسيس يعني. رمسيس. فكنا بنروح لهم في مناسبة جواز كان يتجوز ابن فاروق فريده. ده الاربعينات بقى. يعني انا كان عمري لما يكون في مناسبه زي زفاف الملكه فريده وفاروق حاجات كده عشان يتفرجوا على المواكب. مش كده ايه؟ اوكي. وتمنيت كده في احلامي وشريت شكلها من عجيب الواحد مش حياته يقدر يلمس
جدها يشوف الملكة فريدة يعني؟ يشوف الملكة فريدة ويلمس جدها يعني عمل حاجة يلمس ملكة بقى فلفت الأيام ورحنا فرنسا عامل معرض خمس معرض فرنسا خمس فنانين فيها الملكة عملت فيها معرض الملكة فريدة من ضمن يعني فنانين قوي ضروري يعني المهم واحد اقتبس لكن الحاجات تقتلها عشان خاطر عيون عشان خاطر مش عيون جلد الملكة غريبة دقيقة أنا هجيب لك حاجة تحقيق الحلم من ضمن الحاجات النادرة في الحياة يعني محتفظين بيها أهو ملكة فريدة ده رسمة إيه؟ أمال أنا قدرت ألمسها إزاي؟ ده يتعمل فيلم ده والله يعني حاجة جميلة ولو تشوف إنسانة بديعة الجميل يعني في الشباب ان انت بتقدر تعمل مغامره فهو عمل مغامره وكان عايز يروح فرنسا وفاهم انه هيدوله المنحه من الكوتا المصريه يعني اللي موجوده لمصر اليونيسيف في دخل في فيها في اليونسكو مندوب ايطاليا دخل فيها صاروخ وكسر كان في صاروخ وكسر برضو كان وزير ساعتها طبعا وزير اللي احمد بهاء الدين اللي صاحبه رام كل دول عملوا منير عنده حق الاحساس الواحد حصله يعني حاجه بديهه صعب دوس صعب تقول ده اي ناس تجيبهم وتقول لهم الحكايه دي ياخدوا بقى عادي مفيش حد هيوقع ويعرف ان دي حياه وحياه صعبه وتعمل بشكل رائع ده بعد ما رجعت يعني انت بتتكلم على بعد ما رجعت لا وكان لها تأثير انت قلت لي ان كان لها تأثير بعد كده عليك هو راح في المغامرة والروتين المصري المش يعني ما كانش المعتاد كان ان ضيعوا الكوتا محدش خد المنحة خالص ولا ان شهاب ياخدها واحنا بقى كنا احنا بعيلين صغيرين بيبي 6 شهور وبيبي 4 سنين في المجهول في المجهول كده ما معناش ولا مليم يعني ما معناش إرادة يعني وأصرته تنفذه التجربة واحنا بقى مغمدين بقى وحبه يعني بس نفذتوها كده نفذناها خدت جايزة ولا حاجة فأنا رحت اشتغلت عشان حد كواليتي جائزة الجودة كان في فريد متري الله يرحمه اللي كان صاحب دار المعارف هنا فكان بيشتغل فاتشيه ف طبعا كان مقدر إيهاب ده الشعر شعر الفرنسي ده الشعر الفرنسي ودي مجلة الأطفال اللي كان بيشتغل فيها تلاقي برلان برلان اسمه برلان فامفام رسمت من 3 مجلات 4 مجلات هل تبنيت احد في مجال الفن؟ لان انا شايفك مدرسه فنيه المفروض مدرسه فنيه تستمر اسالني ولا مش حد يقلدك لكن حد يمشي على مدرستك اسالني ولا يعني هل انت تبنيت حد في مجال الفن بما انك تعتبر مدرسه فنيه من الاجيال الجديده؟ كانوا بيجوا يقعدوا
كل الولاد الصغيرين اللي في الصحافة، وليد طاهر، عمرو سليم، مخلوف، أنجيل، دعاء العدل، كل دول جم لإيهاب واحتضنهم. طبعا ايه؟ اعتقد انه صعب قوي ايه؟ حد يقدر يتابع الفيلم ده لانه احتقروه. وقالوا ده فيلم الاطفال بالغ. ده مش فيلم اطفال اصلا. انا ايه؟ انا بس غنيتها انت في الاول بدايه. ايوه اللي غنيتها انت دلوقتي صوتك طلع وما كناش مصدقين عينينا. ايه رايك بقى؟